السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا سبق ہے ہمارا صفحہ نمبر 13 آیت نمبر 61 رکوع نمبر 7 سے سورہ بقرہ پہلا پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله
فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ